بوجود قائان في بغداد، مسؤول أمني يؤكد استهداف ميليشيا تابعة لطهران مقر القاذمي بمسيرات إيرانية. مع فتح الباب بالترشح، المفوضية تتلقى طلبات مرشحي الرئاسة والبرلمان ومنصب الرئاسة في سباق سياسي. بعد أكثر من 6 سنوات من الحصار الحوثي، جراندنبرغ يصل تعز في أول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى ساعه اخباريه مفصله نستهلها باخر التطورات والمستجدات في الشان العراقي. محاوله اغتيال رئيس الحكومه العراقيه الفاشله وتفاصيلها تتوالى تباعا. مصادر الحدث اكدت ان الهجوم على منزل القاذمي نفذته ميليشيات تابعه لايران، وان المسيرات والاسلحه المستخدمه ايرانيه الصنع، واستخدمت سابقا في هجمات على مصالح امريكيه ومنها السفاره في بغداد. في الاثناء أوفدت طهران قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني إلى بغداد التي وصلها عصر أمس. وأفادت الأنباء أن قائاني التقى فور وصوله رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي، ثم التقى بقادة ميليشيات وزعماء تحالف الفتح. اجتماعات قائاني شملت رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح. وتفيد المصادر أن الزيارة جاءت للتهدئة بعد محاولة اغتيال القاذمي. تفاصيل هذه الزيارة، زيارة قائاني لبغداد، أهداف هذه الزيارة نتابعها من داخل الاستوديو مع الزميلة هدير ربيعي. هدير تفضلي، الكلام لك. نعم جزيل، إذن إسماعيل قائاني وصل إلى بغداد، والآن تفيد بعض الأنباء بأنه أنهى المهمة وغادر. مصادر الحدث قالت بأنه وصل العاصمة العراقية برفقة المدعو أبو جهاد الهاشمي الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، واختاره الكاظمي كمنسق بين الحكومة العراقية وإيران، والتقى مباشرة بالكاظمي أي قائاني مستنكرا عملية اغتياله، وعادوا الآن إلى إيران وفق الأنباء. ورغم أن الاهتمام الإيراني ينصب حاليا على أزمة تشكيل الكتلة الأكبر في ظل الصراع الدائر بين القوى الشيعية وخسارة ممثليها أو تراجعهم في الانتخابات، تأتي زيارة قائاني ربما بسبب أولا الاتهامات التي وجهت إلى ميليشيات حزب الله والعصائب بالتورط في عملية اغتيال الكاظمي الفاشلة فجر أمس، بعد أن كشفت مصادر عسكرية أن المسيرات التي استهدفت منزل رئيس الحكومة انطلقت من منطقة المخيسة في جرف الصخر جنوب بغداد، والمعروف أنها هذه الناحية تسيطر عليها كتائب حزب الله منذ عام 2014. الباحث الاستراتيجي الدكتور اللواء ماجد القيسي أكد بأن الصواريخ التي استهدفت منزل الكاظمي هي نفس الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد في شهر يوليو تموز الماضي، وأن الطائرات من نوع كوبتر. السبب الثاني لزيارة قائاني يعود كما أشرنا للصراع الشيعي الشيعي الذي يدور على محورين. المحور الأول الصراع بين زعامات تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والثاني الصراع بين أطراف ما يسمى بمحور المقاومة وهم الميليشيات الموالية لإيران المسلحة. فتحالف الفتح الذي يضم ممثلين عن الفصائل الموالية لإيران بدأ يتفكك وفق المصادر بعد نتائج الانتخابات، وشكل الطرف الخاسر مقابل فوز كبير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هناك صراع بين في تحالف الفتح وهيئة الحج الشعبي أيضا بين فالح الفياض وهادي العامري على زعامة طبعا هذا تحالف الفتح، وأيضا وزعيم ميليشيات الإمام علي شبل الزيدي مع النجباء الذي يسمى أكرم الكعبي. طلبوا من إيران التوسط لدى ممثلي الصدر لديهم أي في طهران في التيار للعودة، أي الشبلي وأيضا الكعبي إلى التيار الصدري طمعا بالمكاسب الوزارية في الحكومة المقبلة، وهذه أحد أسباب التفكك أيضا.
المالكي الذي شكل الإطار التنسيقي الشيعي يتهم بأنه سيستخدم كل القادة السياسيين المنضوين تحت الإطار الشيعي للوصول إلى الكتلة الأكبر ويتخلى عنهم بعدها. طبعا هذا حسب المصادر. في ظل هذه الأجواء المشحونة يسعى قيس الخزعلي وهو الذي يمثل طرف المحور المقاومة في الإطار التنسيقي وأيضا من أهم الميليشيات التابعة لإيران، يسعى لزعامة المحور ما يسمى بمحور المقاومة، وهذا معروف، مصعدا من تهديداته، وهو ما اعتبرته إيران الآن تمردا على تعليماتها الخاصة بضرورة التهدئة في الشارع العراقي. إذن جيزيل، المشهد يبدو ذاهب إلى فعلا تفكك القوى الشيعية ويحمل الكثير من التأويل. نعم، نشكر لك كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفضلت بها معنا حول الملف العراقي هدير، شكرا لك. أدانت الخارجية الروسية الهجوم على مقر إقامة رئيس وزراء العراق مصطفى القاذمي، وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد بلادها لتعزيز العمل مع العراقيين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية للتصدي لتهديد الإرهاب. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي تعد تحذيرا خطيرا مع تشكيك الجماعات المدعومة من إيران في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وهو ما يثير المخاوف من عدم استقرار أوسع في البلاد. أضافت الصحيفة أن أحد أهداف القاذمي الرئيسية هو كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران، وأن الهجوم على منزل رئيس الوزراء يعد بمثابة تحذير له ولحلفائه وليس محاولة اغتيال بالمعنى الفعلي. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الهجوم ربما يكون خطأ وفي غير موضعه، لأن القاذم اكتسب المزيد من الشعبية والتعاطف كرئيس للوزراء نجا من محاولات اغتيال، وهذا ما لا تتمناه الميليشيات. واختتمت نيويورك تايمز تقريرها بالقول إنه بينما أثار الهجوم المخاوف من تزايد عدم الاستقرار وسط الاضطرابات السياسية في العراق، إلا أن شوارع العاصمة استعادت حركتها الطبيعية وبسرعة. وللمزيد حول محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقي مصطفى القاذمي ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي الدكتور عمر عبد الستار. دكتور عمر، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية برفقة قناة الحدث. أولا يعني بالتوقف عند زيارة قاآني إلى العراق بعد مضي يوم واحد للقاء بالقاذمي وأيضا بالميليشيات الموالية لإيران، كيف تفسر هذه الزيارة؟ نعم، حياكم الله. أنا أعتقد هناك اهتمام إيراني مثير بحادث الاغتيال الفاشل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. فشمخاني غرد وسعيد خطيب زادة تحدث ووصل قاآني إلى العراق، وهذا الاهتمام الإيراني المثير بمثل هذه الحادثة التي انعكست على محور المقاومة بعد الحادثة مال 10/10 التي ضربت الإطار الشيعي، معناتها هناك ضربة مزدوجة تلقتها إيران وميليشياتها وسط يعني نفض الحاضنة الشعبية العراقية بين قوسين الشيعية للميليشيات وللإطار الشيعي، ووسط إرادة دولية يبدو أنها لا تقبل أنصاف الحلول مع إيران في العراق، بعكس الحال ربما في اليمن وفي سوريا. من هنا نعتقد الطريق أمام إيران يبدو مسدود، ويبدو ربما سنقول بعد فترة أن ما بعد 17 يختلف عما قبل 17. هل هو ربما للتأنيب دكتور عمر؟ يعني هل هو ربما للتأنيب؟ يعني وكلمة هل هو ربما هذه الزيارة جاءت للتأنيب، وهذا يعني التعبير يحمل أكثر من تأويل.
هو فعلا لانه تغريده الشمخاني وتغريده كيهان وتغريده الميليشيات وزياره قاني وسط تصريح الكاظمي انني اعرف من ضرب وساكشف وساعاقب. نعم. ويبدو ان الطريق امامهم مسدود، ولذلك ربما هم دخلوا للاحتواء ودخلوا ربما لكي لا يكبر الشرخ ما بين الحكومه من جهه وبين محور المقاومه هنا تحديدا، وليس قوى الاطار الشيعي، محور نعم. المقاومه تحديدا ككتائب حزب الله والعصائب والنجباء الى اخره. فهنا الضربه مزدوجه، وبالتاكيد يعني في فقدان سليماني والمهندس قاني لا يستطيع أن يحل مشكلة هذه الميليشيات، وهي تتلقى خسائر متتالية منذ تشرين 2019 إلى 17/2021. نعم، يعني قبل التطرق إلى تداعيات هذه الحادثة نتوقف عند ما تبعنا من عواجل منذ قليل بأن الميليشيات استخدمت مسيرات إيرانية الصلع، وهذه الميليشيات هي موالية لإيران، ميليشيات موالية لإيران، كيف تعلق على ذلك دكتور عمر؟ إيه هذا يعني شوفي وسط الزخم الدولي لتأييد الكاظمي وحتى الدعم المحلي للكاظمي بعد العملية، الآن يعني الوكالات الأجنبية تتحدث أن الميليشيات الإيرانية أو ما بين قوسين محور المقاومة التي تتقدمها جماعة أبو فدك وجماعة قيس الخزعلي هي المسؤولة عن هذه، يعني ليس هناك طرف ثالث، ليس هناك مؤامرة أمريكية، ليس هناك داعش، لا لا، أنتم الميليشيات من أصبحتم بوجه الدولة وبوجه الشعب الحقيقة، وهذا الحقيقة يعطي زخم. أنا ما أعرف الزخم هل سيستمر، لكن أنا أعتقد هذا يعني كل الثقل هنا الآن على الكاظمي، على الكاظمي قال أنا أعرف وسأكشف، عليه أن يفي بوعده، يعلن من قام ينهي التحقيق بهذا الاتجاه، وخاصة وأنه شكل لجنة ليس للحشد فيها وجود، والكل تنتظر ذلك من الكاظمي على أبواب تصديق الانتخابات. طبعا هل توافق ما ذهبت إليه صحيفة نيويورك تايمز بأنه تحذير من قبل الميليشيات لرئيس الحكومة مصطفى القاظمي؟ عيد السؤال بلا زحمة. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت بأنه محاولة تحذير خطيرة من قبل الميليشيات لرئيس الحكومة مصطفى القاظمي، هذا الاغتيال الفاشل. صحيح جدا، هم بصراحة شديدة أقول شيء يعني بوضوح، هم كان الإطار الشيعي هو الذي يحكم بعد 2003 ويبدو أنه خسر الانتخابات، الآن محور المقاومة الذي يحكم الإطار الشيعي وبالتالي يخطف العراق بعيدا عن محيطه الإقليمي، الآن يخسر الضربة، وبالتالي هم خايفين أن هذا أكبر منصب تنفيذي بالبلد بعد 2003 وبه القيادة العامة للقوات المسلحة يعني سوف يفقدونه، ولذلك خسارتهم لا يمكن تعويضها الحقيقة، وبالتالي نحن لا يمكن أن نستبعد، يعني قصدي لا يمكن أن نستبعد أن هاي الميليشيات لن تسكت في المرحلة القادمة، وربما سيكون لها ردود أفعال في أكثر من محافظة إضافة إلى بغداد. أيضا صحيفة نيويورك تايمز يعني أشارت إلى أن يعني هذا ما تعرض له مصطفى القاظمي رئيس الحكومة العراقية سيكسبه المزيد من الشعبية في العراق وخارج العراق. فعلا 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 الكاظمي فعلا نجح بطريقة هادفة في أن يعني في أن يواجه الميليشيات وفي أن يعيد روح الدولة إلى شيء إلى 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 الدولة الغائبة منذ 2003، وبالحقيقة هذا يعني ربما يعني يحتاج من حلفائه إلى أن يشكلوا الكتلة النيابية التي ربما تأتي به رئيس الوزراء، قد يستدعي حالة الطوارئ حسب المادة 91 تاسعا، فبالتالي أعتقد هناك له دعم محلي، هناك دعم إقليمي، وهناك دعم دولي، وخاصة وأن بايدن ذكر أمس أنه يعني يساعد الحكومة العراقية في الكشف عن أوراق هذه الجريمة. كيف تعلق دكتور عمر يعني الحراك الإيراني اليوم، هل هو كان محاولة للتغطية عن الفاعل الحقيقي؟ بالتأكيد نعم بالتأكيد، لأن هم يعطون للفاعل يعني ثلاث اتجاهات، يعني هل هو طرف ثالث كما اعتدنا أن نسمع طرف يرتكب جريمة ثم لا أحد
أحد يحاسبه أم أن هناك مؤامرة بالموضوع كما تروج الميليشيات، أم أنها الميليشيات نفسها في هذا الموضوع؟ والحقيقة بهذا المعنى يعني أنه ستقيد ضد مجهول حسب الأجندة الإيرانية، لكن هذه نقطة فاصلة عند الكاظمي ألا يقيدها ضد مجهول، وهذا ما حصل في كل جان بعد 2003 إلى اليوم. هل سيفعلها الكاظمي؟ الكل بانتظار الكاظمي حقيقة. نعم. لكي نعبر مرحلة ولا نبقى ضمن مستنقع يعني قيد ضد مجهول، وتبقى الميليشيات تستلحق الدولة في الفترة القادمة أيضا. نعم، خاصة أيضا وأن من أهداف رئيس الحكومة مصطفى القادمي بكبح جماح هذه الميليشيات الموالية لإيران. صحيح، يعني هو بصراحة هاي الميليشيات الكاظمي وحده لا يستطيع، لكن وسط الدعم المحلي في انتخابات 10/10، وفي الآن بعد 17، وسط الدعم الدولي، وسط عدم القبول بأنصاف الحلول مع إيران، وخاصة وأن مشروعها الإقليمي معروض على التفاوض الإقليمي وعلى التفاوض الدولي. الإرادة الدولية والإقليمية والمحلية لا تقبل أنصاف الحلول مع إيران، وبالتالي الحقيقة الأمر حاسم. نعم. في أن نذهب إلى أن الدولة على الأقل تتوازن مع اللا دولة، إن لم نقل أنها تمسك بزمام المبادرة في توجيه دفة البوصلة الحكم في العراق، بعيدا عن عوامل يعني عطلت الدستور، عطلت القانون، وإشاعة عدم الاستقرار. متى ينتقل العراق من لا استقرار إلى الاستقرار؟ هذه مهمة الكاظمي، وطبعا لكل حادث في هذا حديث، حتى أنه مرشح ربما أيضا لأن يستلم رئاسة الحكومة مرة جديدة. على كل حال طبعا للحديث بقية معك دكتور، شكرا لهذه المشاركة معنا ولكل المداخلات التي تفضلت بها. كان معنا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي العراقي الدكتور عمر عبد الستار، شكرا لك. عراقيا أيضا أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها، فيما أشارت إلى تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها، كما حددت آلية المصادقة على أسماء الفائزين وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها، وقد تعيد الهيئة جزءا منها للاستفسار القانوني أو إجراء عملية عدي وفرز يدوي أخرى. أما الموعد النهائي لعرض النتائج النهائية فلا يخضع لموعد محدد، وهو مستمر لغاية انتهاء الطعون. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. مفوضية الانتخابات الليبية تبدأ تسلم طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا. 65,000 انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة. 84 طائرة بدون طيار، 15 صاروخ باليستي. ما هي الأجواء الأمنية على الحدود؟ الضغمة السياسية الحاكم التي أوصلت لبنان. لا مساعدات مالية ستحول إلا بتنفيذ ووجود حكومة. يأخذ التصعيد في العراق منحا خطيرا. احتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا. في تونس امتدت احتجاجات عنيفة. هل لمستم نية إثيوبية حقيقية في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضة؟ ما هو الوضع الآن وما السيناريوهات المتوقعة لليوم؟ الجانب الليبي من جهة الشرق لم يتلقى أي معلومة. لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعة إلا بعد أن يتم تحرير مدينة الحديدة. أخبار عاجلة ترد الآن. السعودية تعترض مسيرة مفخخة.
أهلاً ومرحبا بكم من جديد. في الملف الليبي، فتحت المفوضية العليا للانتخابات اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراؤها في 24 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد استلام كافة التعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية من مجلس النواب. عقب أسبوع من لغط أثير حول نشر ثم سحب شروط الترشح للرئاسة الليبية، نشرت المفوضية العليا للانتخابات الشروط المنظمة لإجراءات الاستحقاق وألياته، حيث أعلن رئيس المفوضية عماد السائح عن بدء تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم وفتح باب الترشح لانتخاب الرئيس من اليوم حتى تاريخ 22 من شهر نوفمبر الحالي. أما طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فقد تستمر حتى 7 من شهر ديسمبر المقبل، وستجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى في 24 من شهر ديسمبر المقبل، فيما تتزامن الجولة الثانية مع الانتخابات البرلمانية أي بعد 52 يوما من إجراء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس. كما وأوضح السائح عدم تعديل مجلس النواب للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وتنص هذه المادة على اعتبار كل مواطن مدني أو كان أو عسكري متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر في حال عدم انتخابه يعود لعمله وتصرف له المستحقات كافة. أما الشروط فأولها التنافس على مقعد رئيس الدولة على أساس الرقعة الجغرافية الكاملة للبلاد، أي الدائرة الواحدة، على أن يتنافس بالجولة الأولى جميع المرشحين الذين تمت المصادقة على طلبات ترشحهم من قبل المفوضية عبر ورقة اقتراع موحدة تطرح في مراكز الانتخاب، ولا حاجة لجولة أخرى إن حصل أحد المرشحين على ما نسبته 50+1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة فيعلن فائزا بمنصب رئيس الدولة. وفي حال عدم حدوثه تجرى الجولة الثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات لتحسم المنافسة ولمن يحوز على أكثرها. أما شروط الترشح فقد تشمل عدم حمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وأن لا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 عاما، بالإضافة إلى تمتعه بكافة حقوقه المدنية وبأن لا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية.
وللوقوف عند فتح باب الترشحات للانتخابات الليبية المنتظرة ينضم إلينا من تونس عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي. أهلا بك أستاذ عز الدين برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. يعني بعد فتح باب المفوضية العليا باب الترشح للانتخابات الرئاسية وأيضا البرلمانية، يعني هل أصبح هذا الاستحقاق برأيك أمرا واقعا أم ما زال هناك من عراقيل؟ وإذا وجدت ما هي هذه العراقيل؟ تحياتي لك يا أختي الكريمة وكذلك لمشاهدي قناتكم. الحقيقة أن الأمر ما يزال محفوف بالمخاطر. نحن سمعنا خالد المشري وهو يهدد بأنه سيحول الليبيون إلى جثامين، هذه الجثامين يريد أن يقدمها كمبرر لوقف هذه الانتخابات ولمنعها كلياً. والحقيقة أن ما جرى وخاصة على صعيد تحول المفوضية العليا للانتخابات إلى جهة سياسية، لأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها السيد عماد السايح بالتأكيد هي مسألة متفق عليها مع الدولتين الأساسيتين في العالم على الأقل وهما الولايات المتحدة وبريطانيا. لو أن هذه المواقف اتخذها بشكل منفرد حقيقي وهي تعبر عنه وعن المفوضية العليا للانتخابات لكان قطع عماد السايح إربا ربما حتى أثناء المؤتمر الصحفي نفسه من تلك الأطراف التي ما زالت ترفض الانتخابات بقوة. وإن كان الحقيقة يوجد بعض المنطقية في هذا، لأن دولة تعج بالمرتزقة، تعج بالجماعات المسلحة، لا زالت عصابات الجريمة المنظمة تسيطر فيها على تجارة البشر، ولا زالت تسيطر على المؤسسات الاستراتيجية الكبيرة، ولا زالت تعتمد على التهريب والفساد الرجيم والسيطرة على مؤسسات الدولة في تحقيق مبالغ ضخمة تحققها بشكل مستمر. أعتقد أن هذه البيئة ستكون فعلا كوميديا سوداء أن نقول بأن هذه البيئة قابلة لأن تكون فيها انتخابات. وبالتالي أنا أتوقع أن نتائج وخيمة جدا سوف تترتب على نتائج الانتخابات إن لم تترتب الآن قبل حتى إجراء هذه الانتخابات. وأمامنا المشهد العراقي، العراقية أقرب بصورة كبيرة إلى بهيكليتها إلى مسألة نظرية الدولة. ليبيا ما زالت بعيدة على نظرية الدولة، ومع هذا نحن نشهد هذه الصدمات العنيفة في العراق رفضا لنتائج الانتخابات، فما بالك بالحال في ليبيا ووضع ليبيا بالنسبة لنظرية الدولة هي ما زالت بعيدة بشكل كبير. نعم. وبالتالي أعتقد أن المسألة فعلا محفوفة بالمخاطر سواء الآن أو في المستقبل. أستاذ عز الدين، يعني هناك جدل بالنسبة لترشح رئيس الحكومة الدبيبة من عدمه، برأيك يعني هل المفوضية العليا حسمت هذا الموضوع أم ما زال قابلا للنقاش ولإمكانية التعديل؟ وهل نتوقع أزمة دستورية مثلا فيما لو ترشح الدبيبة؟ هو المفروض الدبيبة عند مانعين، عند مانع الآن حتى لو استقال اليوم أو حتى لو سجلت استقالته بالأمس أو حتى بداية هذا الأسبوع، فإنه المفروض أنه لن يستكمل 3 شهور اللي المفروض على كل مسؤول أن يستقيل قبل أن يلج فيها الانتخابات. ودبيبة أساسا هو لا يريد أن يستقيل ولا يفكر في أن يسلم مركز لأحد، وربما يسعى لأن يخلق ظروف ملائمة لجمعه ما بين الترشح في الانتخابات وما بين الاستمرار في السلطة. وهو طبعا عنده حجة في هذه، لما شارك عقيل الصالح وهو رئيس البرلمان وشارك رئيس مجلس القضاء وشارك جويلي وهو لا زال ضابط ولا زال يعمل وشارك بشاغة وهو وزير داخلية، شاركوا في انتخابات جنيف وتاني يوم مباشرة خسارتهم للانتخابات، كل واحد فيهم عاد لمنصبة. عقيلة عاد رئيس برلمان، بشاغة عاد وزير داخلية، جويلي عاد رئيس منطقة عسكرية، رئيس مجلس القضاء عاد لمركزة. وبالتالي هو يحاول الآن في الخفاء وفي الكواليس أن يستفيد من هذه السابقة. ولكن في ظني المشكلة ما هيش مشكلة أن يترشح دبيبة أو لا، على الأقل بالنسبة لنا كمواطنين، يعني دبيبة أو غير دبيبة في النهاية هم سواء بالنسبة للليبيون. لا أعتقد أنه حتى الآن توجد تلك الشخصية التي يمكن أن يعول عليها الليبيين بمعايير رجل الدولة والتي يمكنهم أن يقولوا بأنها فعلا قادرة على الوصول بهم إلى نظرية الدولة يعني أو بناء الدولة على نظرية الدولة. ولكن تفضل. قبل الانتقال إلى إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، نتحدث عن دبيبة، أنهي حديثي عن دبيبة بأنه وجه رسالة إلى المفوضية العليا للانتخابات يهدد بالطعن فيما يتعلق بقانون الانتخابات.
نعم، أين السؤال أختي الكريمة؟ نعم، وبالتالي هل يعني هو بدأ يضع العراقيل أمام المفوضية العليا إذا لم تكن على القياس الذي يريده الدبيبة وفقا يعني لما تورد من أنباء؟ نعم، هو بالتأكيد نعم هو بالتأكيد سيستخدم كل الوسائل من أجل أن هو لم يفعل كل ما فعل من أجل أن يأتي للسلطة 6 شهور ثم يغادر. ليس دبيبة من يفعل هذا، هو فعلا جاء لكي وفقا لأعمار الحكومات جاء لكي يكون على الأقل على الميديوم تيرم، إن لم نقل على اللونج تيرم، لأن يبقى لفترات طويلة، وبالتالي هو سيسعى بالتأكيد. ولكن قلت لك المشكلة أختي الكريمة هي في أن هناك طرف سياسي الآن لازال يرفض هذا الذي قام به عماد السايح، وهناك تحشيد لجماعات مسلحة الآن بشكل كبير في طرابلس، هناك احتمال بأن تنطلق حرب في أي لحظة من أجل تخريب وتقويض كل هذا. طبعا الأطراف اللي وقفت مع عماد السايح واللي هم تحديد الولايات المتحدة وبريطانيا، هل سيصمدان في هذه المسألة أم لا؟ لا أحد يعلم. هل سيتركان عماد السايح كما فعل مع غيره في السابق لكي يواجه مصيره بيده، أم أنهم سوف يتحملان مسؤولية تحريض هذا الرجل على المضي قدما في مسألة فرض الانتخابات؟ بالإضافة إلى أنه لم يسجل أن هناك كيانين عسكريين يتصارعان على شرعية السلاح، وأن تحدث انتخابات فيقبل أحد الطرفين بأن يخضع للطرف الآخر. أعتقد أن هذه لم تحصل من قبل في أي دولة من الدول، وأساسا لم تحصل انتخابات في دولة تشهد نزاعات مسلحة. أنا لا أدري المزاج الغربي لماذا يريد أن يفرض هذه الانتخابات في ليبيا ضمن هذا الواقع الأليم الموجود، اللي هو زي ما قلت لك يعج بالجماعات المسلحة، يعج بالمرتزقة، يعج بالدويلات الميليشيوية، يعج بسيطرة الجريمة المنظمة على مؤسسات الاستراتيجية للدولة. يعني كيف يمكن أن يحكم حتى الرئيس المنتخب، حتى إذا قررنا أنه انتخب، كيف يمكن أن يخرج من كل هذه الفئات الضالة ومن كل هذه الموبقات السياسية الكبيرة؟ لا أحد يعلم. هذا الجواب ربما يكون موجود لدى واشنطن ولندن اللذان نعم. يدفعان بقوة نحو الانتخابات. نعم، وفي كل يعني حالة عندما يكون هناك تأزم نرى بأن كل من هذه الدول الكبرى تهرع لحل الإشكال. على كل حال هناك الكثير من النقاط للحديث عنها، ولكن الوقت دهمنا، نكتفي بهذا الكم على أن نتابع هذا النقاش لاحقا. نشكر لك هذه المشاركة معنا من تونس عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي، شكرا لك. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. موسكو تنهي 11 يوما من الإغلاق لمواجهة الانتشار الكبير لفيروس كورونا. كثفت الأحزاب الشيعية العراقية من اجتماعاتها للرد على شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. العراق يقترب من 2 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد. ورئيس الوزراء يؤكد خطورة الوضع الصحي. واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بالسعي لخلق شرخ اجتماعي وإحداث فتنة طائفية. قبل أيام مقتل 8 أشخاص في قصف تركي لمستشفى في سنجار، اليوم الحديث عن مقتل عراقيين. يبدو أن السلطات التركية دائما ما تستغل الوضع السياسي العراقي. هم يقتلون الكرد في العراق وفي تركيا وثم يدعون نحن الكرد. هل هنالك انفتاح حول هذين الشرطين؟ هل تعتقدون أن التأجيل بات أقرب الآن؟ هنالك حدود انخفضت وهنالك حدود ارتفعت. إذا تتهم بغداد بأنها تمول وتدعم حزب العمال الكردستاني، مع أن ما يجري في سنجار مختلف. لا أحد يشعر بالقلق أكثر من شعب العراق. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سالوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. في أول زيارة لمبعوث أممي للمحافظة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ 6 سنوات، وصل إلى تعز المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غريندنبرغ، وأفادت مصادر محلية أن غريندنبرغ سيلتقي المسؤولين في السلطة المحلية وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لبحث الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة والاستهدافات المتكررة للمدنيين من قبل ميليشيا الحوثي. بالمقابل يترقب وصول المبعوث الأمريكي إلى اليمن في زيارة تندرج بإطار المساعي لحل الأزمة اليمنية. والآن إلى مأرب، التي تشهد اشتباكاتها الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وسط غارات مكثفة لتحالف دعم الشرعية. استهدفت مدفعية الجيش أليات ومواقع تسيطر عليها الميليشيات في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، ما أسفر عن تدمير عدد من الأليات ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية. يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات وأليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات القتال جنوب محافظة مأرب. مدفعيات الجيش الوطني تدك معاقل ميليشيات الحوثي في جبهة دنا. الله أكبر، والله الحب حرقوا، الله أكبر حرقوا، يا غير الله حرقوا من جبهة دنا. وللمزيد والوقوف عند آخر التطورات العسكرية ينضم إلينا من مأرب وفد الحدث الزميل أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك. يعني مع هذا التصعيد الذي نتابعه وخاصة في مأرب، كيف تصف لنا المواجهات على جبهات جنوب مأرب؟ أيضا من الملاحظة أن الجيش بدأ خلال اليومين الأخيرين من استعادة بعض المناطق والقرى. نعم جزيل، كما ذكرت بالفعل بدأت القوة الشرعية والجيش الوطني في مهاجمة الأماكن التي استولت عليها ميليشيا الحوثي قبل أيام. الحرق يعني الاشتباكات مستعرة بين الطرفين في الجنوب، في الجبهة الجنوبية لمأرب والجبهة الغربية أيضا، وهناك بعض المواجهات التي تجري في الجبهة الشرقية. لكن بصفة عامة يمكن القول أن ميليشيا الحوثي تريد في الفترة المقبلة تريد يعني شد الحصار أو زيادة الحصار على محافظة مأرب من جميع الجهات. هي الآن تقوم بنشر ميليشياتها اتجاه أو تحديدا من منطقة حريب ومن منطقة النضود، في محاولة منها الاقتراب للطريق الرئيس بالقرب من منطقة صفر الاستراتيجية. وهذه المنطقة إذا أو هذا الطريق أيضا إذا استولت عليه ميليشيا الحوثي فتكون قد حصرت المحافظة من جميع والمدينة من جميع الاتجاهات. لكن إشكالية كبرى تواجهها ميليشيا الحوثي في هذه الاشتباكات هو أن هذه المنطقة هي منطقة مفتوحة، منطقة مسطحة مستوية. ميليشيا الحوثي دائما ما تريد المواجهة عن طريق الجبال، عن طريق التضاريس الصعبة، لكن عندما تكون التضاريس سهلة والأرض مستوية تواجه بمشكلة كبيرة ولا تستطيع، ويسقط منها العديد والعشرات من القتلى وتخسر الكثير أيضا من الآليات التي تهاجم بها. لذلك هي تواجه صعوبة كبيرة الآن، هي تريد عندما تخف أو لا تستطيع التوغل داخل جبهة معينة أن تسرع وتيرة جبهة أخرى. لكن الجيش الوطني والقوى الشرعية تهاجم الآن وتواجه ميليشيا الحوثي في مختلف هذه الجبهات. أيضا هناك أنباء أحمد عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الجيش، هل لديك تفاصيل؟ ما الذي تشمله هذه التعزيزات؟ يعني الحكومة اليمنية تتحدث عن أنها يعني تدعم يعني مأرب والمحافظة بصورة
تامة وكاملة على كافة الأصعدة، ليس فقط على الصعيد العسكري كما تقولين، وإنما أيضا على صعيد المواد والأغذية والأطعمة إلى غير ذلك، والمواد التموينية إلى غيرها. بالطبع مأرب في أشد الحاجة الآن إلى يعني العتاد العسكري والآليات الحربية التي، وأيضا الجنود التي ستواجه بها المعركة. يعني الميليشيا الحوثي ترى أن معركة مأرب هي معركة فاصلة، لذلك تحدث محافظ مأرب سلطان عرادة وقال أن ميليشيا الحوثي لن تستطيع السيطرة على مأرب حتى يقوم مؤسسها من قبره. لذلك هو يقول أن معركة مأرب هي معركة فاصلة، لن تستطيع أو لن تنجح ميليشيا الحوثي في الفوز بها على الإطلاق. ربما تستفيد من بعض التقدمات التي تحرزها أو أحرزتها في الماضي، لكن ربما الأيام القادمة ستجد تغيرا واضحا إيجابيا على صعيد أو في جانب وصف قوات الشرعية والجيش الوطني. إن كان لديك وقت يمكن أن نعرض لك صورة لبعض يعني المعاناة التي واجهها المواطنون هنا. دائما ما يعني نحن نتابع تقترن الحرب بالمعاناة التي يعيشها المواطنون. بالطبع هناك معاناة كبيرة للنازحين الذين يواجهون مصاعب كبيرة، الذين نزحوا، بعضهم نزح مرة وبعضهم نزح مرتين، يواجهون صعوبة في الحصول على الأغذية. هؤلاء المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على المواد البترولية بالطبع لعدة أسباب، من بينها بالطبع يعني هي من بينها الحرب وما تقوم به ميليشيا الحوثي. الوضع الإنساني هنا يعني يحتاج دعم بصورة كبيرة. هناك مطالبات، وتحدثنا وجدنا بعض من يطالب هنا بضرورة تدخل الأمم المتحدة، لأن أعداد المواطنين في المحافظة باتت أعدادا كبيرة للغاية، ويمثل ضغطا على هيئات ومؤسسات المحافظة التي كانت فيما سبق تستوعب فقط من 300 إلى 400 ألف، الآن تستوعب أكثر من 2 مليون مواطن، وهذا يمثل ضغطا كبيرا على كافة الأصعدة الصحية والتموينية ويعني وكل الأماكن. يعني حتى لا يوجد توفير أو لا تستطيع المحافظة توفير أماكن لكل هؤلاء النازحين الذين قدموا من المديريات المختلفة. بالفعل أعداد النازحين يتزايد يوما بعد يوم مع الكثير من المعاناة بالنسبة للخدمات الحياتية الأساسية. أيضا أسألك عن آخر التطورات في معركة الجوف لكونها محاذية لمدينة مأرب. نعم، يعني في الجوف يعني بالفعل نجحت ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية والأيام الماضية في الاستيلاء على معسكر الخندق، ومعسكر يقع على أطراف مدينة الجوف ومحافظة الجوف. هي تريد من خلاله التوجه إلى معسكر أرويك، وهذا المعسكر هو معسكر هام للغاية، لأنها إذا سيطرت على هذا المعسكر ستكون قد اقتربت من السيطرة على الطريق الرئيسي الذي يربط ما بين العبر وبين مدينة مأرب. في كل توجهات وفي كل محاولات ميليشيا الحوثي هي أن تقوم يعني بالسيطرة أو بحصار المحافظة والمدينة من جميع الجهات حتى تقطع عنها أي دعم قد يصل إليها، وبذلك تكون المدينة مقطوعة تماما. لكن بصفة عامة يمكن القول أن القوى الشرعية والجيش الوطني يفطن إلى هذه الاستراتيجية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي، ويقوم بصد الهجمات المتتالية التي تقع بالطبع مع مساعدة ومعاونة قوات التحالف، وخاصة طيران التحالف الذي يستهدف يوميا بعشرات الغارات آليات وميليشيا آليات ومركبات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي، وأيضا الصواريخ ومركبات التي تقوم بها باستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بصورة مستمرة. نعم، نشكرك لكل هذه التفاصيل أحمد، إن كان على الجانب الإنساني أو على الجانب العسكري لتطور المواجهات العسكرية وخصوصا فيما يتعلق بجنوب مأرب. نشكر لك كل هذه الإيضاحات من مأرب. كان معنا مفد الحدث الزميل أحمد بجاتو. طلبت إيران الولايات المتحدة بتقديم ضمانات بأنها لن تتخلى عن الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية إذا نجحت محادثات أحياء الاتفاق، ومن المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين البلدين في فيينا بعد انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 29 من شهر نوفمبر الجاري لبحث سبل إعادة الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 سنوات وأعادت فرض عقوبات على طهران. ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مسؤولية الوضع الراهن الذي يمر به الاتفاق النووي على الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنها تسلك مسارا خاطئا وعليها رفع العقوبات القاسية عن طهران.
ما عملی که از دولت فعلی ایالات متحده دیدیم. طریق الولایات المتحده للعوده الى الاتفاق النووي واضح، يجب ان تعترف بانها مسؤوله عن الوضع الحالي وتعود من المسار الذي قطعته، ومن اجل العوده من المسار الخاطئ يجب رفع العقوبات القاسيه التي فرضت بعد انسحاب الولايات المتحده من الاتفاق النووي وبشكل عملي ودفعه واحده، وتعطي ضمانات بان اي اداره امريكيه لن تسخر من العالم والقانون الدولي ولن تكرر الوضع الراهن. كشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر محلية أن النظام السوري يتحضر لإتمام عملية تسوية واسعة منتصف الشهر الحالي في محافظة دير الزور شرق البلاد، على غرار التسوية التي شهدتها محافظة درعا برعاية روسية، حيث بدأ النظام بتشكيل لجان خاصة للتسوية يتوقع أن تشمل كافة المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية، وإصدار وثائق تسوية تضمن عدم التعرض لحامليها أو ملاحقتهم أمنيا. وبحسب المصادر فقد تم تحديد الصالة الرياضية في مدينة دير الزور لتكون مقرا للتسوية المرتقبة، على أن تنتقل لاحقا إلى الريف الغربي ومن ثم إلى مدينتي البوكمال والميادين. وهذه المساعي تتزامن مع المساعي الروسية لترتيب دخول قوات النظام إلى بعض مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا الجهود التي تبذلها موسكو لحد الانتشار الإيراني في تلك المناطق، حيث ذكرت مصادر محلية أن روسيا أصدرت قرارا بمنع نقل عناصر ميليشيا الحرس الثوري إلى داخل مناطق سيطرة قصد عن طريق مطار القمشلي، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات تعمل على إعادة الانتشار ضمن البلدات والقرى الواقعة على الحدود السورية العراقية. أعلنت تل أبيب إحباط هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية في أفريقيا، وذكر موقع The Times of Israel أن إسرائيل أحبطت هجمات ضد رجال أعمال وسياح إسرائيليين في السنغال وغانا أو غانا وتنزانيا، وأضاف أن فيلق القدس في طهران تأمر دون جدوى لاستهداف رجال أعمال في السنغال وغانا ورحلات سفاري في تنزانيا. مصادر الحدث قالت إن 400 وحدة وهي تابعة لفيلق القدس جندت 5 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية. المصدر أكد أيضا أن العناصر 5 دربوا في لبنان، وأن أحبط العملية تم مسبقا قبل أي محاولة تنفيذ من الأشخاص. أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 1190 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وتصدرت موسكو وضواحيها أعداد الإصابات على الرغم من الإغلاق الذي انتهى اليوم بعودة سكان العاصمة إلى عملهم بعد 11 يوما من الإغلاق، حيث تم تقديم فترة التوقف عن العمل من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وأمر عمدة العاصمة بالعودة إلى العمل قبل يومين من انتهاء المدة المقررة بعد أن بقيت المكاتب ومعظم الأماكن العامة مغلقة لأكثر من أسبوع في البلاد. إنه وقت عطلة تقليدية للشعب السوفيتي والروسي، كان هذا الهدف من إلغاء أيام العمل، يجب علينا أن نرتاح. لقد أمضينا الوقت في الراحة مع العائلة، لا يمكن للجميع العمل عن بعد. أعتقد أن وضع فيروس كورونا قد تحسن بشكل عام. نجا شرطي فرنسي من هجوم بسكين في مدينة كان في منطقة الريفيرا الفرنسية، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل المشتبه بتنفيذه للاعتداء يحمل الجنسية الجزائرية ولديه تصريح إقامة في إيطاليا. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطي أنقذته سترته الواقية من الرصاص من إصابة خطيرة أو أسوأ، مضيفا أن أفراد شرطة آخرين نجحوا في تحييد المهاجم. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها. بوجود قائان في بغداد، مسؤول أمني يؤكد استهداف ميليشيا تابعة لطهران مقر القاذمي بمسيرات إيرانية. مع فتح باب الترشح، مفوضية الانتخابات الليبية تتلقى طلبات مرشحي الرئاسة والبرلمان ومنصب الرئاسة في سباق سياسي. بعد أكثر من 6 سنوات من الحصار، الحوثي غراندنبرغ يصل تعس في أول زيارة لمبعوث أممي إلى المدينة. هذا نصل بكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.